إيمانويل هلال الملايين في هذا الموسم الأحلى للمرتين. تعود لمصلحة الجريف، الجريف العايد لمصلحة النيجيري. إيمانويل تعود لوكر ديارة، ديارة مبحث في الجمعة الماضية، تعود لمصلحة المرتين. كرة ملعوبة ولكن استخلاص موجود على عن طريق إيمانويل النيجيري، لتعود لأبو عاقري على الكنترول. أبو بكر لمين انتهي لأسباب فنية يعلمها مجلس إدارة نادي الهلال. كرة تعبت لمصلحة ليسلم على المرون إمبامبو إدريسا، ولكن الدفاع يخلص، تعود مباشرة لمصلحة فريق الهلال. الإماراتية كرة ملعوبة استرسال طويل أمامي، هنا ملعوبة لمسة والنقلة، يا سلام على الراسية، تعود لوكر ديارة، يا سلام على النقبة لمصلحة سموال. سموال للانطلاق والتقدم ناحية إيمانويل النيجيري، ملعب النيجيري للبرازيلي جوفاني مارنهاو على الناحية اليسرى لفريق الهلال. محاولة العكسية، يبحث عن المرور، يلعب كرة يمشي التغريدة طويلة، يلعب في هذه المباراة لاعب الجناح أيسر مع اللاعب بيشا الصغير جناح أيمن، بينما هم بومبو إدريس يلعب أبو وحيدا داخل الصندوق. فريق الهلال لعب بتشكيل أربعة، يعود لمنطقة اللاعب سعود فرج، ينطلق على الناحية الحية اليسرى، معه اللاعب بكري ديارة، تعود هلالية، كرة محكوسة داخل الصندوق في الوقت المناسب، ينقذ فريق مجمار لمرة. كرة ملعوبة من حمد خالد، اللعبة أمامية، تعود ناحية النيجيري، النيجيري يخلص براسية للمالي، المالي ديارة السوداني، بيلعب للجريف، سموه المرغني، سموه المرغني، لعب الظهير الأيمن، لتعود إيمانويل، لمصلحة سموه المرغني، ينطلق على الناحية، تصيب اللاعب أبو عاقل عبد الله، كرة تعود، مصلحة فريق أجمار الإماراتي، لعب الرقم 27، هنا تعود سعيد، كرة تعود سعيد، كرة تعود هلالية، أبو بكر ديارة، ديارة بيلعب لحسين الجيب خلص، يعود لليوغندي جمال حتالم، يوغندي الأرض السوداني الجنسية، لاعب فريق المريخ السابق، لاعب طبعا صاحب بيصون يمنية، ولكن يمتلك تمام الأمور في فريق اليوغندي في المنتخب اليوغندي، ولكن هناك بطاقة أو جنسية سودانية يحملها لها اللاعب جمال سالم. كرة تعود ملعوبة في وسط الملعب الهلال صاحب مرتين يصل لنهائي دوري ابطال افريقيا في العام 89 و92. كرة تعبت لمصلحه فريق الاجمال الاماراتي، توقع لمصلحه اللاعب سعود سعيد، محاوله انطلاق والتقدم، ولكن حكم اللقاء الاماراتي يشير الى ركله زاويه اولى لفريق اجمال الاماراتي. الموسمين لمصلحه فريق الهلال. كره ملعوبه لمصلحه محمود مبدا بيلعب كره لمصلحه فريق الهلال. كرة تعود لمصلحة إيمانويل لبوكري ديارة، ديارة الجنسية الأجنبية، وهنا ثنائية جوفاني وأيضا المساندة، تعود لمصلحة بيشا الصغير لاعب الجناح الأيمن لفريق الهلال، تعود لبوكري ديارة، ديارة يمرر كرة بالقدم الخارجي للكدارة، كرة تعبت لمصلحة إمبومبو، إمبومبو ينطلق على الناحية اليمنى، خطيرة فرصة محاولة. ماذا سيقول حكم اللقاء؟ يشير الى ركله جزاء هلاليه ارتكبت مع اللاعب الكونغولي، لاعب مزعج اللاعب الكونغولي بومبو ادريسيتا. لا 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 لا، فرصه لتسجيل هدف اول هلالي في مرمى اجمال الاماراتي. بومبو ادريسيتا ينقذ في داخل خط 18 للفريق الاماراتي. هنا الكونغولي، يا سلام عليك الكونغولي. بومبو ادريسيتا لاعب خطير جدا، تذكرنا دائما باللاعب النيجيري جودوان انديسي، لاعب فريق الهلال السابق، واللي يسمع مع الاماراتي من افضل مهاجمي الكره النيجيريه الذين يمثلون الكره السودانيه وتحديدا في فريق الهلال السوداني. فرصه محاوله، ركله جزاء هلاليه، نتابع وننتظر. جيباني مرنهاو تسجيل ببرازيل جنسيه او برازيل السوداني جنسيه، هل سيكون هذا الهدف اول لمصلحة فريق الهلال ام محمد خالد في انتظار؟ اذا نشاهد ونتابع حتى الان مشاهدينا الكرام، ركله جزاء هلاليه، جوفاني مرنهاو دي سيلفا البرازيلي ام الاماراتي؟ محمد خالد، جوفاني حامد، لكن في تعود اماراتيه انطلاقه بومبو او اللاعب الاستناو مانويل، ولكن الدفاع يخلص تعود لمصلحه للمباريات الرسميه. كره تعبت تحت اللاعب مانويل لنزار حامد، نزار ينتظموا المرغني، فرصه محاوله، كره نقله ولمسه، يلعب النيجيري مانويل، في دار سنتر تماما، اللاعب رقم
55 لاعب حسن السهران تعود لمصلحة اللاعب مانويل مانويل في أول مباراة مع فريق الهلال. دور مميز للاعب النيجيري، كرة تعبت لمصلحة لاعب فريق التيبي مازيمبي، كرة ملعوبة لليوكاندي، أول ظهور لليوكاندي مع فريق الهلالي. مانويل لليوكاندي النيجيري، اللمسة والمتابعة تعبت السوداء هلالية لليوكاندي. جمال سالم لاعب النيجيري مانويل، أول ظهور للنجمين. كرة تحولت سريعة ملعوبة من أبو عقلة، كرة تتحول من الحارس حمد خالد، تعود رصيد مانويل. مانويل بيلعب لابو خالد فريق الاماراتي الذي يلعب بالسياره بيضا كامل يسار هذا المشاهدين سريعا يسلم على الهلال وسط مهران زهران لمحمد الخديم، ارسال طويل امامي اتجاه اللاعب صاحب الرقم 45 او الرقم 11 في فريق العجمان الاماراتي. اللاعب محمد هلال كرة تلعبت ولكن طاق الظهيرة لاعب قلب الدفاع، لكن فانو في هذه اللحظات مانويل مانويل النجيري لاعب صغير بالسن مواليد 1993 14. اللاعب عبد الله الجمحي يمرر كرة البينية طويلة، لكن هناك بيقظة وقوة وصلابة اللاعب حسين الجريف مدافع فريق الهلال. كرة تعود هلالية في المناطق الدفاعية، يلعب كرة ليوكاندي. جمال سالم، جمال ماذا ينتفع في مباراة اليوم في أول مباراة رسمية حتى الآن بدون تهديد الفريق العجماني الإماراتي. كرة تعود لمقطع اللاعب مبدا يلعب كرة لمانويل مبدا مرة أخرى يلعب كرة لأبو عقلة، تعود لمثل النيجيري مانويل. مانويل يسلم على الكنترول يلعب كرة على القدم في الشوط الأول. كرة تحولت لمتعة محمد هلال، محمد هلال يلعب كرة البينية تحولت لمتعة تحت اللاعب سعود فرج، توقف موجود لكن لمانويل النيجيري يتدخل ويحول الكرة إلى خارج قدير الملعب. من التحية تلقى التحية من اللاعب حسين الجريف، دائما وابدا سين الجريف موجود في الخط الخلفي في انتظار ابو عابد الجريف لمانويل. مانويل اللي تعدى وسط الملعب، كرة تعمل بو ادريسه في الشوط الاول. كرة تحولت لمتعة محمد هلال، محمد هلال لعب كرة البينية تحولت لمتعة اللاعب سعود فرج، توقف موجود لكن لمانويل النيجيري يدخل يحول الكرة لمثلا اللاعب خميس خالد، محاولة الانطلاق والتقدم ولكن هناك مبدع يتلم على ابو عقلة. ابو عقلة يلعب لمانويل، مانويل لجمال السالم، جمال السالم ينتظر المساندة، يلعب كرة لحسين الجريف، حسين الجريف حتى الآن الكرة ملعوبة، تحولت في المناطق الدفاعية لفريق الهلال من مانويل. مانويل مبدع يقول اللاعب محمد بن الضيف هنا مع المدرب المؤقت المدرب الزحزحفوري ادريسا امبومبو، ولكن الدفاع يخلص من امام اللاعب امبومبو ادريسا عن طريق حسن الزهران. كرة تحولت امبدا يا سلام على المرور ايمانويل، يا سلام على المرور مستوى القاره الاوروبيه العجوز. اللاعب ايمانويل ينزل يغلق الملعب سلامات. كرة تحولت لحسين الجريف، الجريف مع اللاعب اثر الطاهر، الجريف ينتظر المساندة. كرة تعبت في وسط الملعب لمصعد نزار حامد، نزار حامد موجود داخل ارضيه الملعب، بيزن الثعلب ينزل لمدين لمن الملعب، بيزن الثعلب ينزل لمدين الملعب، بيزن الثعلب ينزل لمدين لمن حتى الان لا نعلم. كرة تعبت لمصعد اللاعب اللاعب محمود مبدا، مبدا يلعب ودي الحارس المرمى يخلص في التغطيه المناسبه لتعود للنيجيري. مانويل يلعب كرة للجيش، تعبت الفريق الاماراتي انطلاقه للاعب صاحب الرقم 4 فريق عجمان الاماراتي لاعب محمود فرج من التغوط لاعب فريق الهلال. سلامات للاعب بيمانويل لاعب بقلب دفاع فريق الهلال، لاعب النيجيري في اول ظهور مع فريق الهلال الهلاليه اسيس البلد الموج الازرق. حتى الان تقدم الهلالي بهدف عن طريق اللاعب الجوباني مارنهاو دا سيلفا في الشوط الاول من ركله جزاء ارتكبت مع اللاعب الكنغولي امبامبامبو ادريس. ثلاث تغييرات لفريق الهلال، نزول اللاعب محمد مصدي وايضا نزول اللاعب صهيب. اللاعب ايمانويل يغادر ارضية الملعب مع الطبيب السودان متمثل فريق الهلال السوداني والفريق الاماراتي فريق عجمان الاماراتي. ايمانويل ينتظر البينيه، كرة تعبت لمصعد محمد الخديم، يلعب كرة لمصعد اللاعب عبد الله ركان او ركان، لكن تحولت مباشرة من اللاعب ايمانويل التي تتحول الجانبية. مبدع على الظهير الايسر يعود ايمانويل، ايمانويل النيجيري يمرر الكرة لمصعد الجريف في قلب دفاع فريق الهلال، يعود للاعب اليوكندي
القندي سعود يلعب كره بينيه لمتعد اللاعب صاحب الرقم 34 ولكن هناك مانويل في المتابعه للهجمه الماضيه لفريق تقل عجمان الاماراتي. يا سلام للغندي الغندي النيجيري الذي لسه عبد الله ابو عقله لمحمود مبدا مبدا يعود في وسط الملعب لمتعد اللاعب لاعب مانويل النيجيري. الهلال الفضائية الصورة في ملعبك.